بنعمل كل يوم معجنات شكل. ادي الدقيق، ما انا كنت بروح زيك. ميه للعجين وعجين اللي هو اللبن، كوب لبن اهو، وادي السكر، خميره فوريه، فانيليا، ملح، سمنه. كده يا باشا. وبعدين ده انت العجينه دي سهله حداكي وانت قاعد كده بالليل قدام التلفزيون تعمليها، الصبح يعني في اي وقت تعمليها. وبعدين يا جماعه مش مكلفه وفي نفس الوقت جميله وحلوه. نقلب، وهنحتاج شويه ميه للعجين مش مشكله، وممكن ما نحتاجش. نعلي السرعه واحده واحده. صلي على الحبيب. اعمل تيست عجينه زي الفل، مش مديها ميه ولا نور. كل ما تخدمي العجينه كل ما بتفيدك اكتر في الشغل. حتة العجينة زي الملبن. احنا ممكن اهي، لكن البديل بتاعها اهو، هنلف دي عشان دي ريحت شوية. ممكن برضو نشتغل بيها، واحنا شغالين واحدة واحدة، يعني لو احنا احتاجنا منها حاجة هناخدها. يبقى دي العجينة اللي احنا عملناها من شوية. اللهم صل وسلم على حبيبي سيدنا محمد. اذكر الله وصلي على الحبيب. هنعمل ايه بقى يا سيدي؟ بعد كده لسه هنكمل، لسه في عندنا شغل ياما.
اخد بس اظفر لك ده وادخله الفرن وبعدين افصل لك اللي انت عايز تفصله.